نكملوا عاوتاني نفس السيناريو اللي درنا في الاول. وانتم مشكورين على الحضور ديالكم. حنا دابا السي الكاتب العام المدير العام هو هنايا، والسي الكاتب العام غادي يطلب الناس المدير العام الشروحات، والصحافه ديالنا غادي يطلبوا الراي العام على هذا الشيء اللي كيدار هنايا. عبد الوافي سعيد مدير عام شركه اس او اس اللي خدات صفقه التدبير المفوض ديال جماعه ابن نصار وزغنغان. فالوجود ديالنا اليوم هو التدشين ديال هذه الصفقه هذه اللي من خلالها حزنا بها بعد ما كان فتح الاظرفه ديال دفتر التحملات اللي جمع النفايات بهاد جوج ديال الجماعات. السلام عليكم. سيد عبد الوفي السلام عليكم. هادو الطاقم ديال تبارك الله عليكم. تبارك الله عليك. اهلا سيد المدير، كلشي مزيان ترانكي بعد ديما نسال. تبارك الله عليكم. اهلا سي كمال، موجود كلشي بخير؟ موجود راسك؟ يلا تبارك الله عليك. تبارك الله عليكم، شكرا الله يحفظكم. واللي الحمد لله رصات على شركة اس او اس، واليوم كنعطيو الانطلاقة الرسمية بالاسطول اللي جبناه واللي كان اللي خرجت به الدراسه الميدانيه ديال هاد جوج الجماعات في القطاع ديال النظافه. وكيف ما كتشوفوا دابا اللور ديالنا، هذا هو الاسطول اللي غادي يشتغل ان شاء الله في هاد الجماعات بجوج. فهاد الميزه اللي كاين في هاد الاسطول هو انه اسطول عاد جربناه في المدن الاخرى واللي عطى المردوديه مهمه. كيمتاز عاوتاني هو انه شاحنات اللي حاولنا انها تحترم البيئه، وثانيا انها تحافظ حتى على الصحه والسلامه ديال الشغيله اللي غادي تشتغل بها. وهذه هما الميزات ديالها، اضافه الى انه ارتئينا انه نحطوا واحد شكل جديد ديال الحاويات اللي ما كانتش في الناظور ولا في الانصار ولا في زنغن، كادي كولون ديال 3 متر مكعب. درنا حاويات حديديه، درنا حاويات ديال 770 ديال بلاستيكيه. ومن خلال من خلالكم تنوجه نداء للساكنه ديال هاد الجماعات باش يحافظوا على هاد الحاويات، لان هما راه في الملكيه ديالهم، وراه هادوك الحاويات هما اللي تغادي بهم باش يحافظوا على الجماليه ديالهم، وبهم باش غادي تكون تتم النظافه اللي كنا كنبغيو لهاد جوج جماعات. اللي غادي هذا هو الاسطول اللي غادي يخدم في الجماعات. كافين تقريبا، انا تنقول لك بان في العام الاول غادي يكون اكثر من 180% اللي ديال الكاباسيتي. دونك لان الدراسه عطات انه خرجنا باش هاد العدد ديال الشاحنات. كيف ما كتشوفوا كاين شاحنات صغيره خاصه بهذوك دوك الاماكن اللي ما كيمكنش يولج ليها شاحنه كبيره. كاين واحد جوج شاحنات كبار اللي هما اللي غادي يديروا الشوارع الكبار وديال سميتو. وكاين عاوتاني الاضافه اللي كاينه هو انه كاينه شاحنه لتنظيف الحاويات في الامكن في المكان ديالها، وكاين عاوتاني اضافه اخرى هي كاينه لا باليوز ميكانيك، شاحنه الكنس من الكاباسيتي كبيره. وكاين عاوتاني الشاحنه اللي كتقوم بالتنظيف ديال سميتو لافوز ديال لي زوندروا بوبليك، سورتو البوبليك، وديال ديال ديال الشوارع. اول حاجه تنتمناو انه ان شاء الله نكونوا في حسن ظن الجميع، لا ساكنه ولا مجلس بلدي ولا ما لا سلطات محليه. وكنتمناو على انه نتافر الجهود من الجميع باش نوصلوا نرضيو هاد الساكنه ونوصلوا للنتيجه ديال النظافه اللي كنا تنبغيوها ان شاء الله لهاد جوج الجماعات. معكم ما نعياش، وخصني نعطيو تصريحات المواطنين باش يعرفوا واش كيوقع هنايا. اليوم هو اليوم اللي غادي تبدا فيه الشركه اس او اس اللي كانت حتى هي مع الصفقه الاولى، ولكن هي كانت لي زونجان ديالها مازال ما وصلوش بكري، علاش الصفقه ديالها كانت مشات شويه روطار. دابا راه لي زونجان كلشي راهم قدامنا، كلشي داكشي اللي كان كناش التحملات موجود. يمكن ان شاء الله واحد السيمانه غادي تبدا مع كل جماعه غادي ترسي معها، وغادي دير معها اجتماعات، وغادي دير واحد عمل تحسيسي مع المواطنين. هي قالت لك سيدي غادي نقوم بواحد عمل تحسيسي، غادي تبقى تقسم منشورات وتبقى تدق على الديور باش يعاونونا، علاش المواطن هو الوحيد اللي يقدر يتعاون معنا بواحد 90%.
ويبقى كل النفايات يترحوا في الوقت ديالهم والسيارة تدوس في الوقت ديالها، وذاك الشيء كيعاون باش تبقى المدينة ديالنا نظيفة. وكما كيبان ليا يمكن هاد الشركة ترى عازمين ذاك الأخطاء اللي كانوا عندنا مع الشركة الأخرى راه حيدناهم، وكل شيء راه كيتمشى مزيان إلى حد الآن، ونتمنى التوفيق للجميع وشكرا. هادو الميتاليك راه سيد الرئيس اللي سكوتين عليه هو هذا هو الميتاليك. بسم الله الرحمن الرحيم. مشكور محمد مدير شركة اس او اس للمدينة سيد الناظور والزغنان. احنا في هذا الحفل هذا البهيج اللي جينا نبريزونتا فيه الماتريال ديالنا الجديد اللي غادي نخدموا به في هاد المدينتين. ان شاء الله غادي نقدروا ننجحوا، ولكن بتضافر الجهود ديال الجمعيات وديال الساكنه اللي خصهم يعاونوا باش نقدروا نوصلوا للمدينتين لواحد المستوى ديال النظافه. ومن هنا كنشكر عمال النظافه اللي صراحه داروا واحد المجهود كبير وكبير بزاف في هذه الفتره هذه اللي بدينا فيها. كنشكرهم بزاف وشكرا.